يسوأ. مع وصول العاصفة بكرة الخميس عم يتأثر تدريجيا الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بمنخفض جوي شديد البرودة حامل معه أمطار ثلوج عواصف رعدية ورياح قوية. بالنسبة لصورة شمسية اليوم صورتنا وصلتنا من مصاصر. قبل ما نعرف تفاصيل أكثر عن هالعاصفة بنتقل لشوف شو أخبار الطقس ببعض العواصم العربية برجع بكفي على طقس لبنان. رح بلش من الرباط 19 درجة 16 بالجزائر 14 بتونس 12 درجة بالقاهرة. بنتقل على بغداد 22 8 درجات بدمشق 12 بالقدس 6 بعمان وبوصل على أبو ظبي مع 31 درجة 28 بالدوحة مسقط 34 درجة أما الرياض 30 درجة. برجع على طقس لبنان بالنسبة لبكرة الخميس طقسنا رح يكون غائم ممطر بغزارة رح يكون عنا رياح قوية رح توصل ل 80 كيلومتر بالساعة وأيضا أكيد رح يكون في عنا ثلوج. بالنسبة لبكرة على الساحل الحرارة عم توصل أقصاها لل 15 أدناها لل 6 درجات بالجبل عم توصل أقصاها بس لل 5 أما بالداخل لل 9 درجات. منروح على الخريطة اللبنانية لنشوف بالتفصيل كيف عم تكون الحرارة ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 10 13 بطرابلس 11 درجة بالكورة ودرجتين تحت الصفر بالأرز. بوصل على الهرمل مع 12 درجة 10 بالقاع 4 ببعلبك 8 درجات برياق. من المناطق الشمالية بوصل على جبال 11 درجة 3 درجات تحت الصفر بفريا 15 بجونية وبعبدا. بيروت 15 درجة مع طقس عاصف وأكيد رح يكون في عنا برد كتير. زحلة 6 درجات 7 بشتورة 5 بعنجر 15 بمشغرة 14 بجزين 11 برشية 15 مرجعيون 12 درجة بنت جبال مع أمطار غزيرة. بيت الدين 11 درجة وبيختم مع المناطق الجنوبية صيدا سور وقانا 15 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس 3 أيام الجايين؟ بالنسبة لبكرة الخميس طقسنا عاصف رح يكون في عنا أمطار غزيرة ورياح قوية رح توصل ل 80 كيلومتر بالساعة. لبكرة الحرارة عم تتراوح بين 9 وال 15 بتتدنى لنهار الجمعة لتوصل أقصاها ل 12 درجة أما بالنسبة للسبت رح توصل أقصاها ل 13. بالنسبة للثلج رح يتساقط بالنهار ابتداء من علو 1000 متر وبيتدنى بالليل ليوصل لل 600 متر. لهون بتخلص النشرة الجوية. بعتولنا صوركن على انستغرام وعلى فيوتشر تي في ابليكيشن وانا بشوفكن بغير نهار وبغير طقس بس اكيد بنفس الوقت.